يطير من مكان لآخر باحثاً عن حياة كمربينه لينتج العسل ويهبه للناس، لكنه في العراق بات أسير ظروف صعبة تواجه النحالين الذين يئسوا من إحياء نشاطهم وتجاوز العقبات والخسائر الفادحة التي منيوا بها. أول شيء قلة مياه، ثاني شيء قلة الزرع. يعني أغلبية العالم هسه ماكو زرع شجره، لأن ماكو شيء يسد المعيشة. قبل كنا عايشين على الفلاريح كثرة الزرع، خير من الله ما شاء الله نفرز عسل. هسه ماكو، وهسه المستورد دم السوق دم، يعني بكثرة المستورد بسبب الحر الشديد عندنا هنا، درجة الحرارة تقريبا وصلت 50. ثانيا قلة مصادر المياه، بهاي الفترة عندنا جفاف، جفاف تام تقريبا. النحل مرتبط ارتباط رئيسي بالمياه، ماكو مي ماكو نحل، ماكو مي يعني ماكو زراعة، يعني قلة الأوراد ماكو انتاج. بديش المناطق متوفر بها، أضف إلى ذلك أكو مشاكل جانبية، كثرة الزنبور، الحشرات الضارة، الطير هذا اللي هاجر لنا، طير أبو الخضير نسميه إحنا، هذا إبادة للنحل، ماكو مكافحة. ولم يبقى أمام النحالين في بغداد والعراق بشكل عام، والذي اشتهر بإنتاج أجود أنواع العسل، سوى هجر نشاطهم أو تغييره بعد أن ماتت أغلب مناحلهم لأسباب كثيرة، منها الجفاف وقلة المساحات الخضراء والحرائق والحرارة المرتفعة والتلوث، فقمها الفساد والتقصير الحكومي بتقديم الدعم للنحالين، وخاصة بعد أن بلغ الإنتاج أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة. النحل حال حال أي حيوان أو أي شيء تريد تستثمره، يعني يتأثر بالحالات الخارجية ويتأثر بالجو، يتأثر بالطبيعة. إذا ما يلقى اهتمام من الدولة واهتمام من النحالين واهتمام شيء مباشر، أعتقد هذه المهنة والنحل ينقرض. أولاً في تسهيل إجراءات النقل وخاصة في السيطرات الحكومية، يعني النحل ما يقبل كائن حي ورقيق إذا أخر أبو السيطرة على مزاجه أو الكتاب عجب. النحل راح يهلك منه إذا وقف نص ساعة العام، واحد خسر 12 خلية ماتن مكانه. تواجه تربية النحل في العراق تحديات كبيرة، على رأسها التقصير الكبير بدعم هذا القطاع الذي يمثل موردا اقتصاديا كبيرا، يمول المئات من الأسر ويمثل مصدر رزق لها، والذي بات معرضا خلال السنوات الأخيرة للانهيار والانقراض.